متابعينا، هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا. حرفيا كل ست مصرية عاملة لنفسها صيدلية خاصة في التلاجة بتاعتها او في ركن من اركان البيت. تخش مثلا تلاقي تقول لك انا علبة الدواء ديت بقالها عندي 6 سنين ولسه مكملة، المرهم دوت انا جايباه من قبل ما اتجوز ولحد دلوقتي بقالي 10 سنين معايا هو ومكمل. حاجات تانية مثلا زي القطرة ديت مثلا دي جايبها في سنة 2000 وانا دلوقتي في 2020 فمكملة معايا ولسه رخصة واحدة شغال. ارمي يا حاجة السم اللي في التلاجة ده كله، ده سم ليه؟ انا دلوقتي الصلاحية بتاع العلبة بيختلف قبل الفتح عن بعد الفتح. ازاي؟ الشركة الاول او ايه هو الاول تاريخ الصلاحية؟ تاريخ الصلاحية دوت هو تاريخ المصنع بتاعه او الشركه المصنعه للدواء ده بتقول لك ان انا عند انتهاء الصلاحيه بتاع التاريخ ده الدواء ده بيفسد او الماده الفعاله بتاعته بتبقى غير صالحه للاستعمال، فبالتالي بيترمى او بيتاخد للاجراء المعين. تمام. طيب هل مثلا علبه هتخلص في تاريخ صحتها مثلا يوم 1 سنه 21 2021 وانا لحد دلوقتي مثلا في سنه لسه سنه 2020، طب انا فتحت العلبه ديت هل كده تاريخ امشي على انهي تاريخ صلاحيه؟ تاريخ صلاحية اللي قبل الفتح ولا اللي بعد الفتح؟ لا، تاريخ صلاحية اللي بعد الفتح. ده بيختلف ازاي؟ هنلاقي ان معظم الأشربة المضادات الحيوية اللي بتتحل بتاخد المضادات الحيوية بتاخد من أسبوع لأسبوعين بعد الحل، بعد كده بتترمى. طيب التاريخ الصلاحية ده بيختلف على حسب هي كانت محفوظة جوه التلاجة ولا بره التلاجة. لو جوه التلاجة بتاخد فترة أسبوعين، طب لو بره التلاجة بيبقى أسبوع واحد. طيب هنستثني من الموضوع دوت عيله معينه، عيله الاوجمانتين. عيله الاوجمانتين ديت لازم تتحفظ جوه التلاجه، ما ينفعش تتحفظ بره التلاجه، عشان كده لما تاخدي دواء عيله اوجمانتين كيورام هايبيوتيك ايا كانت العيله اللي هي بتاعته او ايا كانت الاسم التجاري بتاعه، دولت لازم يتحفظوا في التلاجه وتستعمليهم وترجعهم في التلاجه، ودول بفضل مده صلاحيتهم برضو اسبوع. تمام، بعد الفتح طبعا. طيب الادويه اللي بتيجي في برطمانات او اللي هي بتيجي في علب حديد دي بعد الفتح تاريخ صلاحيتها بيبقى عبارة عن 6 شهور مش أكتر. أكتر من كده بيبتدي الهواء يأثر فيها وبتبتدي تفسد أو تبقى غير صالحة للاستعمال. طيب المراهم، مراهم الجلد دي تاريخ صلاحيتها من 3 لـ4 شهور بعد الفتح. طيب مراهم العين شهر واحد وتترمى طبعا لو زاد عن كده، ويفضل تتحفظ مراهم العين طبعا جوه التلاجة. طيب القطرات والرأس الفوارة دول الاتنين تاريخ صلاحيتهم شبه بعض، دول شهر بعد الفتح. بنستثني منهم القطرات اللي تركيبها مادة كلوروفينيكول. الكلوروفينيكول ديت مادة ليها حالة خاصة شوية اللي هو بيبقى تاريخ صلاحيتها 21 يوم بس مش أكتر. تمام. بنخش بعد كده على اللي هو أدوية الشرب العادية. أدوية الشرب العادية بعد الفتح تاريخ صلاحيتها من 3 لـ4 شهور، 3 لـ4 شهور بس، يعني بلاش دواء كحة اللي مخلل في التلاجة ده بقاله 10 سنين ولسه مش هين عليك ترميه. فديت اختصارا كده كان تاريخ صلاحية سريعة، وبنتكلم على الموضوع تاريخ الصلاحية بعد وقبل الفتح. يعني حابب بس انبه انك علبة الدواء اللي معاك في التلاجة ايا كان سعرها، لو حتى مثلا سعرها 100 جنيه 200 جنيه، انت صحتك اغلى منها، اغلى من بلاش تستخسر في صحتك. علبة الدواء تاريخ صلاحيتها بعد الفتح فسد خلاص دي بتترمى، بلاش تاخدها ولا لا لسه فيها شغاله ده انا جايبها وحافظها في الثلاجه الكلام ده كله لا. مواقف مثلا زي الناس اللي بيستخدموا حقن الانسولين، حقن الانسولين يا جماعه تحفظها بعد الفتح وبلاش تكتروا عن كده. تاريخ صلاحيتها من حقن الانسولين من شهر لشهرين، بلاش تكتروا عن كده. وطبعا هنتكلم عن حاجه تانية اللي هو لو حقنه الانسولين ديت لونها اتغير او حصل فيها عقاره اللي هي تربيديتي ده بتترمى على طول. الريحه المميزه للانسولين لازم تكون معروفه، لو اتغيرت عن الريحه ديت بتترمى على طول. طيب دواء شرب احنا فتحناه تاريخ صلاحيته بعد الفتح مثلا شهر، طب لان لون الدواء ده اتغير او ريحته اتغيرت ده يترمى حتى لو تاريخ الصلاحيه بتاعته بعد الفتح لسه ما وصلهوش، لان ده بيبقى فيه خطا تحضير وخطا تصنيع والكلام ده كله، فاحنا في غنى ان احنا يجيلنا امراض بسبب الموضوع ده. نهتم بصحتنا، بلاش نستخسر في صحتنا. علبة الدواء اللي هتجيبها ديت او هترميها ديت مش هتضق، يعني مش هتنفعك لما يجيلك مرض بسبب مرض معين بسببها. معظم قطرات العين لما تتساب ممكن اقول لك انا جايب قطرة عين مثلا ب 20 جنيه بس ايه ملهاش حل، ده فاضله معايا بقالها 3 سنين وشغاله و100 100. قطرات العين لما تاريخ صحتها بيعدي
ديت بتنمو على الاطراف بتاعتها بكتيريا وفطريات وامراض كتير، في الاخر نرجع نشتكي ان عينينا باظت. طب من ايه ده المستخدم؟ القطره ده، القطره ديت فيها مضاد حيوي، طب ازاي اتعب؟ لا هو انت استخدمت غلط، انت فتحتها وطنشت طبعا كلام تاريخ الصلاحيه والكلام ده كله فتعبت، ده الطبيعي. فبالتالي نحافظ على صحتنا ونهتم شويه بصحتنا ونسمع التعليمات ونرجع لو احنا مش عارفين تاريخ الصلاحيه نرجع للدكتور الصيدلي، هو ادرى طبعا بتاريخ الصلاحيه بتاعت الدواء الصح، تمام، ونفهم احنا بنعمل ايه. وكالعاده دمتم سالمين.